وصلني تعليق من أسبوع تقريباً من شخص عم بيقول لي إنه هو أنا خربت له بيته وخربت له علاقته مع حبيبته. ليه؟ سألته أنا بالتعليق ليه خربت لك علاقتك؟ قال لي من لما اختفت هي اختفت كمان وخلصت، زعلت وبطلت، رجعت وانتهت العلاقة بيناتنا، لأن أنا طبقت الاختفاء اللي أنت قلتي عنه، ولكن هي كمان اختفت وما كانت ترجع، وهيدا الشيء بسببك لأنه أنت قلتي لنا اختفوا. طيب لو سلمنا جدلا أنه هيدي النظرية مظبوطة، إذا منرجع لفيديو الاختفاء اللي عملته من فترة، من شيء 5 أشهر تقريبا أو 7 أشهر، حكيت أنه أنت بتختفي صحيح، ولكن إذا أنت الغلطان أنت اللي لازم ترجع، وإذا أنت الذي بدأت بالاختفاء من دون سبب أنت اللي لازم ترجع. ولكن إذا هالشخص مراراً وتكراراً عم يتجاهلك وعم بيختفي ويرجع، يعني علاقة الأون أوف كمان سألوني عنه، دايماً بروح وبيرجع وبيختفي، وأوقات ما برد وبيعود برد، أوقات بيتجاهلك بالمرة، أوقات بهينك بكلامه، عم بيعاملك بطريقة مش منيحة، هون بهالحالة انت اختفي ردا على المعاملة السيئة او على التجاهل او على الاختفاء اللي هو بلش فيه. اما اذا انت اللي بلشت بالاختفاء من دون سبب، من دون ما تكون اكيد 100% انه هيدا الشخص هو اللي غلط بحقك، فهون اكيد رح تخسر الشخص. وانا هيدا الشيء حذرت منه، دايما بحذر بكل فيديو انه الحالات لكل مقام مقال، يعني مش مهم تختفي، المهم تعرف سبب اختفائك ولا انت بدك تختفي، وايضا تعرف مين الغلطان انت او هو. لانه اذا هي اللي بدأت بالغلط وبدأت بالاختفاء وبدأت بالتجاهل ومع العلم وانت اختفيت وهي ما رجعت تواصلت من مدة اقصاها من شهر لثلاث اشهر كحد اقصى، فهون تأكد انه هيدي البنت او هيدا الرجل سواء كان امرأة او رجل بالاساس ما بحبوك، والافضل انك اختفيت لحتى عرفت انه ما عندك او ما الك قيمة بنظرهم. لانه اذا انت الك قيمة ومكانة بقلب اي شخص سواء كان حبيب او صديق بمجرد اختفائك بالطريقة اللي شرحنا عنها، فهو ولو عنده 1% معزة او محبة لك رح يرجع ويحكيك. اما الشخص اللي بتختفي بالطريقة اللي شرحنا عنها وما بيرجع وما بيحكيك، فمعناتها الأفضل إنك اختفيت والأفضل إن انتهت علاقتك فيه، لأن هيدا الشخص بالأساس ما كنت تعني له شيء لا من قريب ولا من بعيد. السيناريو اللي معنا اليوم هو كالتالي: أنا اختفيت لأنه هيدا الشخص كان عم بيعاملني بطريقة غلط وكان دايماً عم يتجاهلني، وهو هو الذي بدأ بالاختفاء وهو الذي بدأ بالغلط وبالمعاملة السيئة. لهالسبب أنا اختفيت لشوف قيمتي عنده، لشوف إذا رح يرجع لي إذا أنا أخذت موقف واختفيت عن الحياة الواقعية وعن جميع وسائل التواصل الاجتماعي. الاختفاء الكلي عم نحكي، يعني لا ستوري لا منشور، لا بتفوت على منشوراته ولا بتتفاعل ولا أي شيء أبدا. ومع هيك هيدا الشخص بعد فترة مثل ما قلنا من شهر لثلاث أشهر كحد أقصى ما ظهر وما أرسل أي شيء أبدا. وأشدد أحيانا حتى مش لازم تنتظروا لثلاث أشهر، خلينا نعطي 2 شهر الماكسيموم لحالة الاختفاء، إلا في حال منعطي 3 أشهر هيدا الشخص موجود ببلد تاني أو عنده ظروف أنت تأكدت ومن خلال استطلاعاتك وأسئلتك تأكدت أنه هيدا الشخص يمكن عنده ظروف نفسية، ظروف عملية، مشاكل بتتعلق فيه هو، فهون منعطي شوي استثناءات ومنطول شوي فترة الاختفاء. أما إذا ما كان في أي ظروف أبدا فالفترة الزمنية القصوى هي من شهر لشهرين. ومع هيك هيدا الشخص ما رجع وما بادر وما بعت لك أي شيء أو ما حاول حتى يتحركش فيك بطريقة أو بأخرى، فتأكد إنه هيدا الشخص يعني مش بس بده يكسر لك رأسك أو صار إنه لا هو اختفى هو اللي بده يرجع، لا، هيدا الشخص بالأساس أنت ما بتعني له أي شيء أبدا. والطريقة اللي لازم ترجع فيها بعد الشهرين، لأنه لما نتأكد أنه نحن ما إلنا مكانة في قلب هذا الشخص سواء كان حبيب
أو صديق، مش منرجع على الستوري وعلى السوشيال ميديا بطريقة مأساوية أو بطريقة إنه نحن محطمين ومأزمين أو بعدنا عايشين بنفس الطريقة المأساوية خلينا نقول أو التقليدية اللي هو بيعرفنا فيها. لا، لما ترجع للظهور ما بدك ترجع أكيد لتتفاعل مع منشوراته، ما بدك ترجع لتفوت على ستورياته، ما بدك ترجع لتراسله أو تتصل فيه. لا، لما أنت ترجع من بعد اختفائك وهو لا تواصل ولا أرسل شيء، بدك ترجع أنت لتظهر على وسائل التواصل بشكل طبيعي، بشكل أنك عم بتنزل منشورات، عم بتنزل ستوريز، مش عم تتفاعل معه، مش عم بتفوت على ستورياته. لا، لأن هو تجاهلك، مش مفروض أنت اللي ترجع تكسر التجاهل وتصير تتفاعل معه وتعلق له وتفوت على ستوريز له. لا، أنت بترجع لحياتك العادية اللي كنت مختفي عنها، كنت مختفي عن تنزيل المنشورات بترجع بتنزل، كنت مختفي عن الستوريز بترجع بتنزل. ولكن شو هي الشيء، شو هي الثلاث اشياء اللي لازم تنشرها او تنزلها؟ هن بالحقيقة ثلاث اشياء والثلاث منشورات او الثلاث ستوريز اللي لازم تنزلهم، اولا إيجابية، رجعة إيجابية، يعني منشورات فيها سعادة، فيها تحفيز، فيها تكون لإلك مش لإلك، مقتبصة جايبها من عند أي شخص، ولكن يكون فيها نوع من السعادة والإيجابية. تاني منشور بتظهر فيه هو إنجاز، يعني يفضل أنه يكون حقيقي، يفضل أنك يمكن تكون حصلت على شهادة جديدة، عملت دورة، ترقيت بعملك، أي إنجاز على صعيد حياتك الشخصية أو العملية عملته يفضل أن يكون حقيقي. وإذا ما كان حقيقي فيك تتظاهر ببعض الإنجازات. ثالث ستوري أو منشور هو أي منشور بيتعلق بتغيير، تغيير جديد بحياتك انت، يعني اما غيرت سيارتك، غيرت طريقة لبسك، غيرت المظهر الخارجي لإلك، غيرت مكان عملك، غيرت المقاهي اللي هو كان معود عليك تروح عليها. هيدي الامور كلها بتعزز لك موقفك من ناحية وبترجع لك قيمتك وكرامتك من ناحية تانية. بتمنى تكون الرسالة وصلت وانفهمت بطريقة صحيحة هيدي المرة. انا بشوفكم بفيديو تاني، والى اللقاء.